نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. هل ستطبقون الشريعة الإسلامية في حال ما إذا ما فزتم؟ الشريعة الإسلامية موجودة في الدستور المصري اوريدي، مش أنا اللي هطبقها. الدستور المصري القديم من سنة 23، لا اللي هو الأحكام اللي هي قطع يد السارق، لا 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 ده دي ده. مش الشريعة، لا لا، هذه أحكام فقه، وفي التاريخ كم يد قطعت في التاريخ كله. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. من قبل أن يحكموا قالوا القطع والجلد ليس من الشريعة، هذا رئيسهم الذي ذهب في مقابلة قبل أن يترأس، قبل الانتخابات لما رشح قال القطع والجلد ما هو من الشريعة، اجتهادية، أمور اجتهادية، وموجود مسجل بصوته ولله الحمد، وهذا النت يحفظ كل شيء، ارجعوا إليه تجدونه بالصوت والصورة. قال الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. أنا بقول حينئذ ليس صوابا أن يقال أن الإخوة المسلمين هم من أهل السنة، لأنهم يحاربون السنة.